الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا وكيافر يتبناد كم إذا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار أو سكالها الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه وحين سوق هرني هل كم مصنفك وبابا يستيو يري تعذيب المسلمين تعذيب المسلمين مسلمين ته عذاب الدودة وقابك قالت وأي مسلمين تيو عذاب الشرين ودك استوي اسكو ضيين إني إلهي دودة عابدتان كي عابد ينقيل أوقوك يعني مركي لغسو أودي أي وحي دور بدين إني دادك فكرة أهانكو خلاف سنة أود الشيختان مركة وي عذابان تعذيب المسلمين ومسلمين تعذاب الدودة فأما تعذيبهم قالت عبادة عذاب الدودة المسلمين مسلمين تأي عذابين وشربين فقد أتوا إلي مادين وقال ذي فيه عذاب كدحديسة بأنواع قيبه قيبها سو تقشعر أي لقما دعونيسو لتشرر عونيسو لها أيضا الجلود هرقها ضدك إيا سامه هذا مركا لغا ورمو قابك يا قيبا سيدي وعذاب جيرين دتك مؤمنين تهو جربي جيرين قف والبو ايمان هو دنقنيا وتتفطر اي لا دل دلاع يسو منها يدا حق يدا القلوب قلوبت قفك قلبي يسونا ودلاعي كان بلال بن رباح بلال بن رباح وحوها مملوكا مثل ليهي ولي أمية ابن خلف الجمحي أمية بن خلف ايانا اسكالها أدون بوها وحنا أدونها لأمية بن خلف أمية بن خلفها الجمحية إري جمحناها فكان أمية أمية وحوها يجعل مديا له في عنقه بلال لقنتي سبحذي حبلا حرك سيدي حوله بوالقى سرقى بلال وحو قرين شري حرك ويدفع وحو ديب شري مركز هو بلال إلى الصبيان عيالك أودي بشر أصوغو سورك حاري كغا حرين يهي بو عيالك أورين شرين كان بلارة أو سورك حاري كغا حرين يهي إغا غبطة حي عيالك سبين أيام يلعبون حالي كود إلى يان وكو عيار أيام به بلال ما بلال بان نلقو عيار وعيال وحاوي حاري الله وحر حراء طيب وهو أصوغنا يقول وحو لها أحد أحد إلهي وكليجي كليجي عيد وحلم وذاكته وكان وحوها أمية يخرج مد لبحه به بلال في وقت الظهيرة مالين وين توقت هذا نحذر ظهيرة هو وقت هجرة هو مالين وين توه درار تعوه كل الكدرن وشري لحس عملها س فيطرح مركز وحو كتور تشري هو بلال على ظهره دبر كيسا يو تور تشري فيطرح مركز تور تشري هو بلال على ظهره دبر دبر في الرمضاء ميل بعاده ماشي مركي بعاد عيد العصنطة هاي قرحضنا أي كرد عضاي وكحنون يقول البضانطة هاي مركي سن ماشي عمود يبعاد العصنطة هاي عيدة العصن وقرحضو هوس انت اوقشي قبتي ايو وحو رنيا هاي شاقا اوشيف سوليو وقاويها دبر كي وبنيهم عيدة كلول ودماعة دبر دبر اوشيف سو أسرى مركو وحو فسر مصنفك في الرمضاء وحو يري وهي أيضنا الرمل وبعادك أو الحجر أما وادغح الشديد الحرارة كليل كيسو دريه ثم يأمر وحو فريتشري بالصخرة دغح العظيمة وين صخرة وحا الله يستعمالها انت بضان دغو حمركو ويهيه وسبسب كيهي سلان عمل ويهي دغح النوع صو صلحه كاسو كالتو أمر جري فتوضعوا لديك جري على صدره حبتك بلال دوشي سأيا لسال جري وقوه هوس وحا كحيقة عيد آد أكل الله قرحضو أي قرد عضي ضبك يديبا هوس يدبر ككو بي حقي شفكي يقصاب سانا حبتك يعلوشينا نقح وين أكل الله وحبت جركي سكحيقين أيا لسارة يا حبتك لغا سارة ثم يقول أمي وحو كرها بلال لا تزال بلال كزول ميسين هكذا سدا سينادو عدمنانيسو او جيرمنانيسين حتى تموت الا اد كغيريوتيد
أو تكفر أما تكوغالو بمحمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو تعبد العبد الله تصنم كاللاتا والعزاء صنم كالعزاء فيقول بلا روح لها أحد أحد إلهي وكلي يكوك العابد مايف لا تي عزنا إلهي ماهم أما أحد أحد وروي أميو أسلام تان إسكدا يو إلهي عبادة أكلية رأسوا حردا صبدتك الدين تبو يريه قصدا بلال ومر وحا صومري به بلال أبو بكر أبو بكر با صومري رضي الله عنه الله كرر لنقضي يوما مال والحال هو أسق بلالنا يعذب لنار يو لشرب يو فاشترى أبو بكر وسوء إبسده هو بلال بسوء إبسده أو ميو كسوء إبسده مركو سوء إبيي أو ملكي أبو بكر أو كسوء وريغي وأعتقى أبو بكر وحريه بلال لله لأجل الله إله درت وحري قصة نوعانا قدها وحوريي الإمام أحمد عبد الله بن مسعود باوح وكور رمي أرن كانوا صدوا أها مركز عبد الله بن مسعود وحولي سيد أحمد مسند كيسو كوريي أول من أظهر الإسلام سبعة ذات كي أقول ريي أو إسلام نمضى موتشستو بنان كالله فريستي تدور روح بيها ينبلي مركز وتري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي قال يا أبو بكر أبو بكر يا عمار بن ياسر يا أمه ويدي سمية لورنج ورارك دونا سهيب الرومي يا بلال يا مقداد ذات كاسي أهيم ذات كان تضرب هذه مركا وقيب عبد الله مسعود حليها فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أدير كيس بإلهي إلهي كبد باديو يرعر يا تابكرة وأنا أرك دونا وأنا صومر أدير كيس والله دفاعي أدير كي أبو طالب النبي روح يري صحوة يكفي كرد وين يهي إلهي يدي نيا أصنامتي نوا حويا وإني سبحان تري كرم وإذين شيء هي لكن فر لما صارك أدير كيس بكوها جوكتي وأبو بكرنا منعه الله بقومه وحن صومر أبو بكر من ديقسيا مال قبينا دقان كي وحويا سوغان تي dadk aad goor qabeenaha soomaayna soomaar dad kala fariisan jireen dadko dhanba asagana jiclaayo wallahi lama taaban karaali qoomkiisa oo dhanba waxa weeye asagana ku daba fayray wa amma sa'iruhum intii suwaartay oo bilal iyo amar iyo hooyad iyo dadkii kala laha fa akhadhumul mushrikuuna fa albasuuhum adru'a alhadid wa sahharuuhum fi ash-shams intii kala gaalada inta soo qabatay bay waxay u gariyeen عمبور بريديو وحاويان آد أكلول وحاينا كردال عاليين أيغو شاي بير أو عمبور بريديو أغليي أيها دانق الراحة دا كردال عاليين مركز أميد والباوحة لغاها هي مركز نفط وقبط وحا الوغرني هادات ربتدينا نبكاني عذاب كان كادينو إلهي محمد وكو قالو أوه أصو نغا أصنام تادي حيس مين تيريس حاولا مكلا ديبو عبد الله المسعود وحليها فما منهم من أحدين إلا وقد واتاهم قف ضد كيلا دبا يمشر إلا قال له وافق سنكم صاحبا ها وضد عدي برء سكرادة هي هي إله إلا عبد كلي وخلق صاحبا بس وخلق ما يواخل ضنتها وضد أي شربين وعذابين وشردين ودب أجيستين ولا حنك كل دوش على قصاري ودب تلوس ما ينيو وتمها لقرف هايو مركاسة أيجو مكرهين ولا كراهي waxaa laga yeersinayay erayaal gaalnimo kulli marka arinkaas ay qaateen nin ragii kamid ah marka diiday Cabdullaahi Mas'uud wuxuu leeyahay illa bilal bilal maahan ninkii bilal ahaa si kasta waa loo cadibay oo si kasta waa loo cadaabay oo si kasta waa loo jirdilay oo si kasta surka looga xiray oo ciyaalka loo dhiibay oo buuraha dushooda la meeriyo lagu wareejiyo oo dhagaxan baa dusha laga saaray oo wax kasta loo soo bandhigay nag بعضه قال أحد أحد منتاجيه سكست واسمية ولذلك عبد الله مسعود حليها فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى نفتي سوى وأن عيب قيمة بأمية لما در إله بنفتي سفراء وغاضب وهذا دون تنك سمية سيدا دون تنو عذاب سيدا دون تنو تشربة رجاها كسجنين مرة إن الأفكار كم غشان إلهي عذان هين وحق الوعاب لا ترتبه نب وهان على قومه tolkiina wuu ku dulliitay markaas way qabteen ciyaalkii u dhiibi jireen markaas ay ciyaalku maxay sameen jireen yatuufuna bihi
ciyaalka waxay kula wareegi jireen fii shicaabi makkata maka golaheeda iyo meelaheeda laalaabka iyo jeerooyinkeeda ayaa ciyaalka isagoo surka ka xiran si neef geeloo la hogaaminayo la wareejinaya. markaasu ciyaalka ataa isagoo dhex joogo ciyaalka wuxuu kuleeyay axid axid, ciyaalku hadday u yimaadaan waa axid axid, dumarku hadday u yimaadaan waa axid axid, odayaashu hadday qabtaan waa axid axid. axid axid diba waxay noqotay nin fariin xambaarsan oo diinta gudbinahayaba, bal adigu sidhi. waana meesha la rabo qofka muminka ahi meel kasta uu tago inuu noqdo fariintii nebi maxamed qof sida calayhi salaatu wasalaam. waa arrin muhim. xabsi haddaad gashid waxaa laga yaabaa xabsigaa inaad kula kulantid dad daraagiska isticmaala oo wada khamarji a oo nolosha ka dhacay oo ayagoo dad kufsanahaya iyo ayagoo baabuur dhacahaya iyo ayagoo dad dilahaya lasoo qabtay iyo ayagoo xoolo dhacahaya. adiga xabsiga haddaad la gashid maxaa kaaga aadan? machaadka iyo sigaarkaa la cuni oo la cabi, ma salaad la-aantaad kula mid noqoni, mise waxaa la rabaa ruux ayagii inta wax ka bedela inaad noqotid? salaada ugu yeera, istaaga tukada, khayrka sameeya, waxaan iska daaya, naftiina uma fiicna, meeshii diinka og. haddii lagu sii daayo oo bulshadii lagu sii dhex sii daayana ayagana khayrka ku og. soo hadda ka hormaynaan soo tilmaamay kitaabkii horeeto waxaa lagu tusaaleeya qofka wanaagsan sida roobka oo kale. roobku hadduu maqan yahay waa la shinsadaa, waad aragteen oo waa la roob doonaayo, dadku waa jecel yihiin hadduu maqan yahay. kow, hadduu soo socdo roobkuna ayadana waxa weeye waa la tirsadaayo, waa lagu farxaa. hadduu da-ana dee dadkii waxbuu taraayo, dadkuna waa ku qoyaan, dhulkuna waa ku qoya. hadduu tagana waxtar buu ka tagaayo, naq iyo biyuu ka tagaa. roobka marka adaa ka fiican, bani aadan baa taa ilaahay karaameeyey. marka waxaa la rabaa haddaad maqan tahayna ummaddu inay ku tabayaano khayr lagugu tabayo, haddaad soo socotidna khayr lagaa filanayo, haddaad joogtidna ummaddii khayraad la dhex joogtid, haddaad tagtidna ummaddii aad khayr uga dhex tagtid. waxay yidhaahdaan shinnidaa la mid ah. shinnidu maxay kula mid tahay oo ku fiican tahay? shinnidu wax wanaagsan bay cuntaa, ubax iyo waxyaalo udgoon oo macaan bay cuntaa, adiguna risaq xalaala cun. waa midda labaade, hadday tirahda waxbaan dhigayaa oo ay wax soo celinaysa waxay cuntay, malab bay dhigtaa, malabkuna soo macaan maaha. hadday meel fuushana culays ay leedahay geedaha kuma jajabiso, oo la odhan maayo geedkan shinni baa inta fuushay bau geedkii jajabay oo baaba'i la odhan maayo. adiga marka inaadan ummaddiina culays ku noqon, wax wanaagsanna ummadda ay kaa dhaxlaan, dhibaatana aadan samaynin oo aadan noqon ruux macaasi iyo xaaraanta waxa weyaan jilaabta ayaa lagaa raba. marka bilaal meel kastoo la geeyay axid axid buu la taagnaa. intaa laftirkeedaba waxay tahay fariin cajiib ah. sidaa awgeed waagii dambe waa tuu dee nebiga mu-addin ku ahayo masaajidka nebiga ka adimi jiray calayhi salaatu wasalaam. markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam, bilaal waxaa la tilmaamaa inuu iska daayay addinkii oo jihaad iyo howlo kale iyo shaam iyo dhanka uu ku mashquulay. abuubakar baa marka u yeeray oo waagu khilaafada hayay, wuxuu yidhi kaalay oo masaajidka ka adino ila joog. wuxuu yihi abuubakar way dhegayso, aniga markii hore soo aad u imaada xoreen, haa dar ilaahay haddaad iyo xoraysoodan dan kale iga lahayn, meeshaan rabaan aadaya ay nabadgeliyo. waagaad ixoreynaysay inaad igu shaqaysatay, haddaad iyo xoraysidna ii sheeg. abuubakar wuxuu yihi dar ilaahay baan kuu xoreeyey, wax dan oo kale aan kalaha lama arko, faraha iga qaadbi, madiina ku noqo iyo maka ku wareeg midnahay, oran meeshaan rabaan aadaya, jihaadkaygaasi furimahaysan ku jira, farahu ka qaada. marka wuu iska daayay. wa kaana camaar ibnu fuhayrata, camaar ibnu fuhayrana wuxuu ahaa yucadabu mid la cadaabo xataa yafqida ilaa uu waayo wacyihu waxgaradkiisa, sida loo dilayo loo dilayo loo jirdilayo kooma gelaya. dadkan maxaad umalaynaysaa in lagu haysto? wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid, ila ay keliya inay rumeeyeen maan, wax kale laguma haysto. dad ma dhicin oo xaaraan ma cunaa oo dhulka waxa weya fasaad kagama shaqeeyaan oo dadka iskuma diraan oo xumo kama shaqeeyaan oo ilaahay ma caasiyaan oo rasuulkiisa ma caasiyaan oo dhaqan wanaag iyo suubanaan bay dadka ugu yeerayaan iyo hufnaan iyo sarrigasho, wamaca daalika sida loo cadaabayay ayay wacyigooda iyo maskaxdoodaba waayayaan. walaxa laa yadri uusan garanaynba maa yaquulu, wuxuu yidhaahda waa iska hantaa tacahaya markuu maskaxdu tagto qofka soomidaana qof warkoomada ku jiro inuu hadalkiisa uusan xisaabnayn oo kontarool lahayn, sidii oo kale uu noqonayay. marka camir ibnu fuhayrana wacudiba waa la cadaabay, abuu fukayhata ninka abuu fukayha loo yaqaano, wasmuhu magiciisuna aflaxu aflax weeye, qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa min alasdi qoyska ree asdi mid ka tirsan, wa kaana wuxuuna ahaa mawlan kulli xoreeyeba wuxuu u ahaa libani cabdidaar qoyska ree bani cabdidaar la yidhaahdo,
فكانوا ري عبد الدار وحي اهاين يخرجون سحابا كو ساره اسغ في نصف النهار مالنت برتن كده لح ساعة مركيته ميد مركي لورين جيري لغما جيدا خير لغما قاداي لوما سو غلاي طيب في حر كليل لحدي شديد نادرن ولح ساعة ومالنك بركيس كليل كنا ادو درن ارض الحجاز نا وضل ادو كلول طيب والحال في رجليه لبديس لغود دخودن اي كو سوغن يحي قيد دبر يا سيتو او من حديد بر لبد لغونا وا كدبرن يحي وا 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 سيتينو بربى وليبا كغا خيرين كتينت بي كغا جبيان وخ مكا وها انت كليا ما فيجردون وحي كسيبين هو اسغ من الثياب درك بل الله كو دارش دكا وفيرت غنيمدود درك بي كسيبين ونو وين عرور ما واقاويين كو وامد لباده وقتي اوو كولابي كسو اديين او ظهركي او لخدي وامد صدخاده حدو قفكو خور يحي او لغيهيس او مدخ بنان يحي وخا لغا يابا حق لوقتا دغو حق لوقتا دغو وحد كلا عايمين كارتا labada lugooda waa ka seetaysan yihiin meeshaas ay ku soo bixiyeen marka inta kaliya ma aha way yabtahuna waxay u goglayeen oo ku tuurayeen hu asaga fir ramdaa'i meesha ramdaa la yiraahdo ayay ku tuuraya ramdaa waa maxa weeye waa bacaadka daytaan soo sheegney thumma yad'una way dhigayeen ala dhahrihi dabarkiisa dushiisa sakhratan dagax weyn hatta la yataharaka suusan u dhaqdhaqaaqi lugaha waa ka xiran yahay waana qawayho maryama qabo meesha ayada ha la keeno lagu tuuray calool calool ba loo jiifinaya dhagaxa wad ba dusha laga saaro marka lagu fariisiyo hatta la yataharaka suusan u dhaqaaqin hoosna ha ka gubto ka raaka gubto fa kana wuxuu aha yabqa mid ku baaqi noqdo ku sii ku daayma kadalika sidaas hatta la yaqila ila usan waxba garanba aqliga ka tagay qofka marka dambeeyta ma dhaqaaqi karo ma rafan karo meel ma aadi karo koom wasna galaya فلم يزل كمزول يعذب الا عذابه كذلك سدان لو عذابه حتى هاجر الى وهجروده الى الحبشه ارض الحبش الهجره هجرتي الثانيه الى بعض ارض الحبش سو هجرون يا وضو قال هيسته تبو كتغ يوم كان وضو قال هيسته لكن لبدا قالا كلا دوون او كو ارض الحبش نبيغا تلماميو وها هيسته ملك يا بقر ان ددك ان اكتيس لو ظلمي او غلى kuwa nabigu ka dhashay oo carbeed oo xaramki joogana waxay ahaayeen kuwa zaalimiin ah oo dadka aad u dhiba dadka aad u dhiba kuwa hadda muslimiin sheegaya umada ayagana nafti u keeno itixaamahay sharciyadii halka wadamadii gaaladana dadku ugu caan haadinayaan soo galo sharciya la siinaya maalin walba qoxooti baa la aqbalaya dad baa la siin la soo dhaweynaya asalka wadankii iyo manbaca asalka inoo ahaana umadii waa laga imtixaamayaa noloshii baa lagu adkay cashuuraadkii baa lagu adkay sharciyadii baa lagu adkay la isma siiyo marka waxa shir baa Allah ilaahu kafi ilaahu ashtakan ka soo qoray reer Amir Fahad warudis Amir Fahad waqtigiisa Abdul Aziz wuxuu u yiri saddex jeer ay soo tarxiileen bi ana abshir baa la wariyay saddex jeer bay soo tarxiileen daar Ireland intay u soo tuureen bay muqdisho soo dejiyeen bi markaas uu gabay u tiriyay uu ku habaarahay ashahaadada waxa badashay haati iqaamata waagu hore dadku wuxuu islaamku ahaan jiray bi la ilaha illallah muhammadu qofkiima oo xaramkiiba bas laakiin hadda waxa badashay bi haati keen iqaamata iqaamada keen baasha sharci ay keen ilaahu amerikaankii dadka cad baan la ka ikraamaa bi marka lama raba arinkaas waa qofka muslimka ah haduu walaalkaayo muslimaba yahay midabkiisa iyo luqadiisa iyo waxa uu jinsiyadiisa iyo sharcigu wato intaba waxa ka sareeya islaanimada uu haysto in midab la isku cunsuriyeeyo iyo in luqad la isku cunsuriyeeyana waa isku xama quraanka ilaahay wuxuu sheegaa midabka dadka iyo luqoyinka labadaba ilaahay baa sameeyay sida waxa uu noo sheegay sideedana dadka luqoyinkoodu inay iskhilaafaan waa ayatullahi al-kawniyo waxa weeye ilaahay dadka awoodiisa lagu aqoonsadaba wamin ayati waxa kamid ikhtilaafu al-sinatukum sumaahi inay luqoyinkiin al-sinatku waa luqoyinka dadku inay kala duwan yihiin luqadada soomaaligu marka inay kula noqoto luqoyinka luqada ugu fiican kuwa kalena aad u aragtay waxaan rajo lahayn oo aad liidid oo aad wax ka sheegtid oo aad bahdishid ogow cunsuriyadii iyo qabyaaladii baa qayb kaaga jirta dhan qof meel bay ka gashaa mid bay xagga wadanka ka gashaa mid bay xagga luqada ka gashaa mid bay xagga cirqiga iyo nasabka ka gashaa mid bay xagga deegaanka ka gashaa luqadadu markay is kula talaxday tayib marka saxaabiga asaasi u gali jireen wakaanu waxay ahaayeen maratan mar qad rabatuu ku xiray rijlihi labadiisa lugood bi hablin harik bay ku xireen thumma jarruhu way jiideen wa alquhu wahi ku rideen
في الرمضاء ما لها بعادك وولي وقرح كلي لها انت كلي ما هنا وخنقوه ويعيشين دك لونت يكون دقين خنقوا ويعيشنت والمنخنقة قرانك سكمي عرق برت لونت يكون دقين لوهنا وكحرين يها ميشو تشوغنا وقلي حتى ظنوا إلاء ملايين أنه أسوق وقد مات إنه غير يودي مركي سيرهدين نفط وكبح ضي أي تايين ما يسندين فمر وحى صومر به أسقى أبو بكر أبو بكر فاشترى وسوء إبسده صحابي وسوء إبسده مقعيس محوها أبو فكي هتا مقعيس عادي أنا وأفلح أبو بكر بسوء إبسده محو سمي وأعتقى وحريه صحابي لله إله درتب وحري حوله ساسي قيم كله ينم وقت إن الطريق ونكسن كوكينتي ميل ونكسن أذكر فايدي ستي الضمد إلهي ولا نبه هي وسيد اللو عذابه هي أيو أنت أي ما دو سوء يبصده أنا جا إيش قيو كباه إيه بارش ماله إلهي درت من حرتي الأرض تقولي وأنا أركض وأنا أبيه سكولا دجال ميت وأنا مركض ميت وكان خباب من الأرض خباب من الأرض تنوحها من منطقة صبي على قفاشي في الجاهلية وقت الجاهلية فاشترت وحى سوء يبصده هو أصغر أم أنمار ابن أم أمار يا سويب ستي بنت سباع أم أمار أمار هو يدي أم أمار تي بنت سباع إن السباع هاي سباع جبديس الخزاعية الريق خزعلون سبي الريق بالخزعلون سبي لا أني وكان وحناها سحابيا خباب ما أردت حدادا تمال أيوه تمالك سلمي يقان حسمي برتو تمال يوحى سماه وقوة السحاب كان سفير الرحمن المبارك فورع عيب وما أركان إنك السحاب كان وقت الإمام حداد أي نقل لكن قفك فرسما يقان ومد هرمار كذا كشقين هاي إل ونكسنا كمفير إنه وراه ونكسنا كمرهنا إيه اللي ميسو دوينا ما تصن قبلها اللودي دا وحاويا والأفتقا والمدى بتكورا والدقن تكورا تمال باتهيب الويرها تمال كواب عيب وارتمال لماذا عيب ما هنا وابا قباني مبا قباني موي نين اندتك دعينين واندتك اللينينين ووحوان الاسبارات لغانينين وإذت كيسا عنا هاي قفك بني آدم كاهي وحا وكشا قيسا إذت كيسا وقايا بدنا موقت سيدا أوقات با نبي الله داود يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء إلهي إذت كوي عوني تشري إذت كوي محاكوة نواشا قيسين تشري مركا وحرفات يا شغف يا عاني ذاتك النوع عاصو كلاتاه ليرجلين بأوباهي هني إلى ليرجليه مم مضنا إن لبهدلو إن لوحة ويان لتكارو مم مضنا إن ليرهد قبلها ما جديد مم مضنا لكن كنوع عسنا وإن للزوليو حداد أيوه مركا حددوا ده حديد كوابرته برت ما أيوهها فلما جورتي أسلم وإسلامي عذبت وعذابته هو أصقي مولاته تي لهيد بالنار النار يكو عذبت وهو هوين ميسكر عيو سقاب تمال وبرهايسته هذا هو قدر رجله وقايده أيده وقالد ويسكودي وقالو ماشي دقيهين فرموا وقادي كرمك السحابي قال كانت وحيا هاي تأتي مدلتي ماذا بالحديدة بر المحمات إلى كلية سيلو كلية ما دنا أنت دوك جلسة يبر أيو مركو جدوتو حولها مركي لوس أنت شري أقراء فتجعلوا وحي كي يلي شرتي ها برتا يضع على ظهره دبر كيس دوشيس برتا دبر كي كقدر تشيني ساكيو جبيسة برايد كود على صحاب الله دبر كلام حي وده جبهة يا بيت حان كود مدة دبر كوتشي فيان يا مدة دبر كده كساران يا مدة دبر كده كقدر تشيان دبر كم بيكج له هي وعمل تلع سنة وقتها دبرتو دبرك طيب ليكفر سوء وقالوا بمحمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم دم بك الله ما هيستو شغادي بعد انتي يا شغادي بعد قبام ويدي يا دغار حماك على الله هذا هي منه وحماك ما هيستان مجرد انك واحد الله هيستا نبي محمد قالوا وضفر فلم يكن موسى نهين يزيده عذاب كاسو ميدو أكرني يزيد ميدو أكرني هو أسقى ذلك عذاب كاسو إلا إيمانا رمينيا وتسليما إسليم إلهي وإسلي بما هني أسقونا سيدي بلال بكل لقي إلهي كلي إلهي ما رميسنا نبي محمد قالوا بما يو وكان المشركون مشركين توحيا هايين يعذبون كوي عذابه وكان المشركون مشركين توحيا هايين أيضا نقضه يعذبون كوي عذابه سحابيا فيلوون
فيلوون ويلاب جيرين عنقه لقنتيس لو رؤوسهم يقران كسوكميدا ارق مركا لقنت ايتماها انت قبطان بي جبينيا اسكو جبينيا سرك هلكا تيمها انت قبطان بي لقنجباريا لقنتيس لابيا انت كليا ماهم ويجذبون وحي رفيان وجيديان شعره تنتيس ادي وحن بونت موقت تنت انت قبطان بي تيمها كرفيان وقد القوا ويردين هو اسغا مرارن دور جير على فحم النار دبك دمبليه سي دمبابوردي سي دور جير دب عادي هوشدان ايي كو دخريدين بو كو غوبين ثم وضعوا ويدين على صدره اسغا لابتيس اي حبدكيس دوشي حجرا دغخ ثقيلا اي علوس حتى لا يقوم سوسن وبكعين سوسن وبكعين اسغيو غوبتي او لوغها كخيران aya meesha xabad kana dhagax weyn laga saaray sahabiga asan sheegney dadka cadaabay waxa kamid hadda ku rawaan tilmaanay caas ibn wail oo nin gaal ahaayo dhibna aha asagoo birta tubayo intay yimid buu wuxuu ku yiri birtaan ii hagaaji shaqadii uu qabto markuu shaqadii uu qabtay wuxuu ku yiri haye shaqadii waa ku dhameeyay oo qalabkaaga anigana ujuradeedi isi iyo wixii aan kugu shaqeeyay wuxuu yiri kusiin maayo حتى تكفر بمحمد ودغن كان اليه مجده الى النبي محمد اد كو غالوديد شقادات اي قبطاي علابتينا وكا قادان يا لعقتيدان كسين ماي فكاس الصحابه و خوير لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث عاصو الى ادمت ديدنا لو سو صارو قيامه اتماديد ان النبي محمد كو غالوبه كياب هدا قيامه يا لغالوبي قيامه حتى كو غالوبه با اله الرومين هي لكن امام وحو تريو سنهين عاص بن وائل لما بقى من سنين بقى سو صارد وحلي يراه هو اني هدي سو قادن دراسات كي ورايتو ايضا مثل وكنا ترابا كفار قريش وحلي يراه اسا سو بخين دم ميسنا من سنين مركا وخي ما انتان انت لا سو صار يا سو ها انت دي متى لو سو صار يا سو ير مركا لا سو صارو مركا سامبرتان اكو تومن لعقتي كو سينيا سو كينكين ولا فضض وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اله اكتس وكويت وكانت وحيا هاي زنيره غبد زنيره ليرهدو وسحابيه امتان ميد ادون ادون بي اهيد روميه ار روم لو انيي اسلمت وهي هوغانستو اسلامتي فعذبت والعذاب في الله اله الدين تي سي درت بي لو عذاب واصيبت والله اصيبي في بصرها ارغيده حتى عميت لاين دبيشاي سي اوديليين او اوديليين او اوديليين اسكو دفاع ما رغيا وانكو لبدين دود بو يبيش وي تغي فقيل وحا لو يري لها ايدا اصابتك وحا كو دعي او دبكان كو ريداي الله تو اله لا تا اي والعزى اله عزاء لبدا اله ما تكو عاس غرودو ايغا اندي كا دفاي فقالت وحي تير لا ما والله اله با كو دارتاي ما اصابتني كو اس وحبي وما دفان بيتر عزاء اي لا تا ميدنا اله ما دبنا ما جيسن كرتو وهذا حنون كان اندها ايغا هينا من الله إلهي حقي سيقيم وإن شاء إلهي هدو دورنا كشف وفيد ياهو حنون كان حنون كان الله كان سو نبي إبراهيم ما هي نبي غيري وإذا مرضت فهو يشفين هدي أنا حنون سد إلهي أسقاي عافيني الله عافية خلاص فأصبحت ويوابريستي من الغد بري والحال قد رد وسع لي الله ألا بصرها أرقيت مركي إلهي سودي بتيوتي إن دهان الله إذا قاضي hadduu doonana uu ii soo celin ayaguna ay yiraahdeen asnaamtii baa indhaha ka tuurtay waagu hadduu bariyo gabdhihii indhahayda waaba gabadhii indhahayda waaba fay deyn ma yaana faqalat waxay tiri quraysh un quraysh hada kan gabadhii shalay indha beeshay oo asnaamtu indhaha ka tuureen inay maanta indha la timaado baadu sihri muhammadin muhammad sihirkiisa qayb kamid weeyaan biire asaga inta sihiray markii hore indhaha ka tuuray haddana asaga indhihii u malookeeyay ابن اسحاق وري قصده نوعان واسلمت وي اسلامتي ام عبيس عبيس هويدي جاريه واضون اول بني زهره ري بني زهره اسغناتي فكان وحو اها يعذب ان عذابها ايضا مولاها كي خري كي اضون كاي واهي الاسود ابن عبد يغوث اسود ابن عبد يغوثها مولاها معاني بدن بليه waxaa kamidow mowlaha loo isticmaala adonk ya adonk cidii xoreeyso iska lahayd ilaahina mowla waa loo isticmaalaayo dalika bi anallaha mawla alladina amanu wa anal kafirina la mawla lahum
waxaa kaloo mawlaha loo isticmaalaa xaliifka qofka aada gaashaan buursiga iyo isbahaysiga tihiin. waxaa kaloo mawlaha loo isticmaalaa in adeerkana mawlo waa loo isticmaalaa, oo in adeerka mawlo waa loo isticmaalaa. wa kaana wuxuuna ahaa min ashaddi acdaa'i rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, rasuulka alle cadowgiisa kuwa ugu daran ayuu ka mid ahaa ninkaasi aswad ibnu cabdiyaquuf. wa min almustahzi'iina, kuwa ku jeesjeesa ayuu ka mid ahaa bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wa aslamat, way islaamtay jaariyatu camar ibni mu'ammari, camarkii ina mu'amil ahaa addoontiisibaa islaantay, min bani cadiyin, ree bani cadi xaaluu ka tirsan yahay. fa kaana cumar ibnu khaaab, cumarkii ina khaaab ahaabaa wuxuu ahaa yucadibu, mid cadaabahaa ayada aad buu u dhibi jiray gabadhaasi. wa huwa cumarna, wa huwa asagu yowmaydin maalinkaa calaa shirki gaalnimo ayuu ku dul sugnaa. fa kaana cumar, wuxuu ahaa yadribu, mid garaaca haa gabadhaas, xataa yaftura, ilaa isagu uu daalo, suu u tumayo oo u garaacayo oo u ulaynayo oo u jirdilayo oo far iyo haraati ugu wado, isagaaba daalahayaba gacmiyo lagu xanuunayaa daalayaba. wa yaquulu, wuxuuna lahaa wallaahi, ilaahay baan ku dhaartay, maa adacuki, kaa tegi maayo ilaa saaamatan. maa adacuki, kaa tegi maayo ilaa saaamatan, waxa weeyaan daalid aan daalay maahane. saaamadu waa noogidda qofku shayga uu ka noogo, shay inuu qofku kari waayo ka noogo ayaa loo yaqaana. walaa tas'amu, soo qoran kumid arag. marka waxaa weeyaan saaamadu waa daalka. marka wuxuu leeyahay wallaana si kale kaaga tegin, naxariis aan kuu naxariisanayo iyo jacayl aan kuu qabo iyo wax aan kugu farayo midna kaaga tegi maaye, gacmihii baa igu kaa daalay buu leeyahay. khalas. fa taquulu, waxay lahayd kadaalika, sidaasuu yafcalu, kugu samayn doonaa bika adiga rabbuka, rabbiga. waa hadal xanuun badan. soygama xoog bandin, soymaadan cadaabin, soymaadan jirabin, ilaahay baa adigana sida kuu geli doona cumarow, ilaahay baa ku cadaabi doona ka wada haddaadan arrinkaa ka toobad keenin, ilaahay baa ku jarabi doona, waana kaa adag yahay ilaahay subxaana. wa nadkuru, waxaan sheegaynaa fii man, dadkii aslamna, fii man, gabdhihii aslamna islaamay, oo wa cudibna, la cadaabay, min aljawaari, addoommada xaalay ka mid yihiin, waxaana ka mid ah annahdiyata, gabadha nahdiye loo yaqaano, iyo wabnatahaa, gabadheedii. waa gabar nahdiye loo yaqaana iyo gabaray dhashay. wa nadkuru, waxaan sheegaynaa fii man, dadkii aslamna islaamay, oo wa cudibna, la cadaabay, min aljawaari, xaalay ka mid yihiin, annahdiyata, aan sheegaynaa, iyo wabnatahaa, gabadheedii. wa kaanataa, nahdiye iyo gabadheedu waxay ahaayeen limraatin, haweenay kuwa u sugan oo addoommo u ah, haweenaydaasoo min cabdid, min bani cabdidaar, ree bani cabdidaar ah. washtaraa abuubakrin, abuubakar baa labadii gabdhoodna soo iibsaday radiallahu tacaala canhu, allah ka raali noqdee, haa ulaa'i, kuwaas aljawaari ee gabdhaha ah. wa actaqa, wuu xureeyey hunna ayaga, kamaa sidii actaqa wuu xureeyey bilaalan, bilaal, iyo wa caamir bna fuhayrata, iyo wa abaa fukayhata, suu raggaasba u xoreeyey ayuu gabdhahana u xoreeyey. waqad caataba, waxaa canaantay hu abuubakar, abuuhu abuubakar aabihiis, abuu quxaafata, abuu quxaafa ah. abuubakar magaciisa ma taqaanaa? cabdullaahi baa la yidhahda. abuu quxaafana aabihiis, abuu quxaafa magac maaha, waa kunyo. kunyo de abuubakar iyo abuu quxaafa waa labadaba midna magac maaha, labadaba waa kunyo. marka abuubakar magaciisa cabdullaahi soo midan hore odayguna cayn buu ka bilowday, cuhmaan baa la yidhahda. marka wuxuu noqonayaa cabdullaahi ibnu cuhmaan, laakiin cid u taqaana cabdullahi ibnu cuhmaan waa labadaba caan waxay ku yihiin abuubakar iyo waxa weeyaan iyo abuu quxaafi caan ku yihiin dad badan baa, laakiin kutubu taariikhiga waa ku qoran yihiin iyo caadi weeye ma labadaas magac inay leeyihiin. cabdullaahi ibnu cuhmaan baa la yidhahda. ayib, aabihii marka xaaladdan iyada waa xaalad u gaal yahay. aabihii goormuu soo islaamay? sanadkii sideedaad oo hijriga oo nebigu maka u furtay, soo garanmaysaan? sanadkaasoo abuu quxaafa soo islaami doona, isagoo waayeel oo timuhu cadaadeen, laakiin xaaladdan waa gaal. abuubakar buu marka canaanaya, muxuu leeyahay canaanta dhegayso. wa qaala, wuxuu yidhi waa abuu quxaafa, waa abuubakar canaanaya, araaka, waan ku arkaa, tuctiqu, xaala aad xoreynaysid, riqaaban, luqumo, dicaafan, ee taag daran,
dumar iyo adoomo liliita iyo dad aan naf lahayn baad xoraynaysaa mar walba xoolaha ku bixinaysaa falow actaqta haddaad xorayn lahayd rijaalan rag jildan ee wada xoog badan rag xoog badan oo murqo kuuskuusan haddaad xorayn lahayd lamana uuka way ku difaaci lahayd intaad xoraysaad oran lahayd inaanaa shaqaalahayga tihiin anaad waxa weeyaan idin xoreeyey hubka qaata aniga abuubakar ciddii horan igu ah jilibka u aasoo iga dhiciyaad ku oran lahayd laakiin gabdho iyo dumar masaakiina inaad maanta dhan dhaqaalahaaga ku bixisid abu hawsha waa kugu dhalilayaabi faqaala wuxuu yidhi abuubakar innii anigu uriidu waxaan doonayaa wajha allaah ilaahay wejigiisaan doonaya bayarga cajibnimadiisa u fiirso inuu gabar yahay inay gabar tahay iyo inuu nin yahay iyo midabku leeyahay iyo magaaladu ka soo jeedo iyo inuu aniga waxay tara midna milicsan maaye waxaan u jeedaa ilaahay dartii dadkaa loo cadaabaya inaan badbaadiyo fa anzala wuxuu soo dejiyey allahu alla tacaalaa sareeya qur'aanan qur'aan qur'aankaasoo madaxa uu ku ammaanay hu qur'aanka fiiha abuubakar dhexdiisa ama qur'aankaasoo madaxa uu ku ammaanay hu qur'aanka hu abuubakar fiihi qur'aanka dhexdiisa wadamma uu ku caayay acdaa'ahu abuubakar cadowgiisa faqaala ilaah wuxuu yidhi fa andartukum waxaan idinkaga digayaa naara naartaasoo taladaa huraysa naartaasoo laa yaslaa uusan ku gubanayn haa ayada ila alashqaa midkii ayaanka darnaaye bacowga aha maahane alladii ashqahaasoo kadaba xaqa beeniyey oo watawallaa ka jeensaday wa huwa kaas ka jeensaday xaqa oo beeniyey oo ashqiga ahoo shaqiga ahoo ayaanka daran umayatu bnu khalafin wey iyo waman ruuxi kaana ahaaday calaa shaakilatihi isaga noociisoo kaleeta ah kullun yacmalu calaa shaakilatihi qur-aanka soo kuwan arag marka isaga iyo kuwii la nooc ahaaba wasayujannabu waa laga fogayn doonaa haa naartaas al-atqaa kii allaka cabsiga badnaa alladii kaasoo yu'tii bixinayay maalahu xoolihii yatazakkaa xaaluu isdahirayo wamaa liaxadin walxaal maa liaxadin qofna aysan ugu sugnaan cindahu isaga agtii min nicmatin barwaaqo oo tujzaa la iska abaalmariyo markaan uu addoommada xoraynaya dadka dad baa waxay wax u siiyaan wanaag buu qofkaanu ii galayo waa u abaalgudayaaba wax u siiya laakiin abaal ay abuubakar u galeen oo isleeyahay abaalkii ugu guud ma jiro muxuu u siinayaa dadkan u xoraynaya xoolihiisa ugu bixinaya ila ibtigaa'a wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa raadintiisa maahna wax kale ma raadinayo rabbigii alcalaa ee sarreeyey walasawfa yardaa wuu arki uu raalli noqon doonaayo ilaahay abaalka uu siiyo ku raalli noqon doonaa abuubakar wa huwa aayaddan qofka ay ka hadlayso adqigaa la leeyahay wasayujanabu hal adqaa abuubakrin abuubakar weeyaan abuubakarkii asidiiq ee runta badnaa radiallahu canhu ilaahi ha ka raali noqdee iyo wacanman dadkii na allaha ka raali noqdo actaqa uu xoreeyey hum ayaga iyo wacani saxaabati saxaabada ajmaciina dhammaan qisadan abuubakar iyo aabihi dhex martay oo canaantan aabihiin u canaantay ah alimaamu xaakim baa wariyey waana qiso dhaba oo sugan iyada wacudiba waa la cadaabay camaar ibnu yaasirin camaarkii ina yaasir ahaa iyo wa ummuhu hooyadii iyo wa abuuhu aabihi bal reerkan adigu fiiri waa wiilkii iyo hooyadii iyo aabihi oo saddexdiiba dar ilaahay loo cadaabayo waxaa laga yaabaa adiga itixaan yaro hadduu ku soo gaaro oo dowladaha un qeybo ka mida xogaa ama sharci ay kaala noqdaan ama lagu xiro ama si lagu tarxiilo oo koo kaleo walaalkaayana asna tii lagu sii daro inaad tahay warkaalaya xaggeena la ka raaca inaad tirahayd baa laga yaba waaba nala sixrayba waa nala qoonsanaya xagaba yarkaa sharciga nala u diidan yahay soo ma dhici karta inaan cid ku sixirta inay jirin laakiin qof wanaagsanaad ahayd oo lagu imtixaamayo oo diintaada iyo wanaagaaga gaaladu ay diidan yihiin oo lagu imtixaamayo waa inaad sabartid oo marka adkaysatid camaar ibnu yaasir xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu sheegay camaar horta nin carbeed inuu ahaa reeba cunaysana uu ahaa weligiisna wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo addoon muuse noqon sax ah waa un lasoo qafaashay oo wuxuu gacanta usoo galay wuxuu leeyahay weligii lama soo qafaalan wuxuu deganaa aabihiis mako aabihiisoo yaasir ah baa maka deganaa wuxuuna xaliif la ahaa ree bani makhzuum gabar bay u guuriyeen markaa sumaye la yidhaahdo oo dee waa camaar ibnu yaasir hooyadiisaan arki doono iyo yaasir iyo sumaye isguursaday sumaye marka ree bani makhzuum bay ka tirsanayd gabadhaasay u guuriyeen marka gabadhaani marka
waxay ahayd gabar ayaga ka dhalatay ma ahayn gabar ay xoreeyeen bay ahayd Amar marka waxa laga yaabaa mar hadaan maqashay kutubta qaar kamid oo ku sheegaysa inuu dadkii la xoreeyay ahaa meesha laga aaneynayo inay tahay xaq hooyadiis Xaafid Xajar halkaas u maraya kutub si qayb kale qaab kale u ilaajinaya wakaanu waxay ahaayeen qoyskani waa reey Amar ibn Yasir xulafaa bani makhzum reey bani makhzum ayay isbahaysi iyo isgaashan buursi islaahay fakaana baru makhzum reey banu fakaana waxay ahaayeen baru makhzum reey bani makhzum وعلى رأسهم مدى حوضنا وحا كسونا يقول مدى حوينا أبو جهلين يخرجون كوي صوبحية هم ري ياسر إلى الأبطح وبيقى أما تبقى أبطح لو يقان حق بيؤسو ساري الشرين إذا قرت يا حمية كولاتو الرمضاء بعادك يعيدة العسنة مركة كولاتو فيعذبون وعذاب الشرين هم قويس كاس بحرها رمضاس إيو وحوي رملا ماشى كتير بعاتك كل الكيسة أيك عذاب الشرين ويمر وحى سومري الشري بهم أيق رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم فيقول وحور الشري صبرا اصبروا صبرا صبرا صبر آل ياسر يا آل ياسر يا آل ياسر أما وحى خاص يا آل ياسر موعدكم بل مكان بلنك إنه الجنة جنة وي جنة ضايدين بالله إن شاء الله تعالى وجنة قلي سانة صبر اللهم الله يغفر وضعف لآل ياسر إلى أهل ياسر وضعف أما ياسر ياسر نك اللي يراد والد عمار عمار والد كيسة وهو صونا ياسر بن عامر بن مالك ويان العنسي المذحجي عنسي مذحجي ولا بقبيل وأن الريه بل الريه بالكسياوي ريه عنسي ويان الريه مذحجي وكسي مذحجي فقد ما تود انتي سحابي سوى والدك عمار ضلي تحت العذاب عذابك قالت ايكوها ينهوسي سكون انتي سيدي لود لي لود لي لود لي نفتي سكواي واما ام عمار عمار هو يدي وهي يدنا سمية بنت خياط ويان سمية انا بنت خياط انا بنت خياط هاي مولاة ابي حذيفة المخزومي ابي حذيفة نكالو يقانو ريبني مخزوم ادونتي سيبيا هاي وكانت وحي عجوزا ويل بهي كبيره اداء ضعيفه ولبا تقدر ضعف حق ضعف ايمان ماها وضعف حق جيركا وقفك مركو ويلوبو دي جيركي سا ضعيفه يا فطعن وترقي او ودري ها ايدا ابو جهل ابو جهل بالليب وحو كغ دفتي فطعن وحو كغ دفتي ها ايدا ابو جهل ابو جهل في قبولها حبنتي ترنكا بحربه ايبو اما مرجس قنتال وحا ayuu gabadhii inta lagu xiray midna xagga ku xiray midna xagga ku xiray oo bartanka isku aadiyo xubintii taranka ayuu wuxuu kaga dhuftey lib famaatat way geeriyootii wehiya ayadu awwalu shahidatin gabar shahidatii ugu horeysay way fil islaam islaamka dhexdiisa balu fiirso gabar muslimad oo shahiida gabadhii ugu horeysay way nabi maxamed markii la soo diray qofkii ugu horeeyay rumeyay ahay wa gabar bay amsarag gabar bay ahay wa soo maray gabar bay ahay wa inay ku daydaan gabdhaha muslimaadka ah gabdhaha qaymaha badan oo si kasto loo cadaadiyo ama loo cadibo ama waxa weeyaan loo dhibaateeyo mar walba gabadha muslimaadka ah inay noqoto qof mabda'a loo mabda'eeda ku dhagan ka tanaasuli abii waa dhintay taat al adab ku dhintay hooyadiina way dhimatay abu jahl ba toogtay wiilkiiba soo horo amaaraha wa amma amarun amar فثقل وحا كعسلاضي عليه دشيس العذاب عذابك وحي عذاب ين محمل واي نضل يراوها والعذاب ولا غبي ولا خري ولا جيدي ولا رفي فان المشركين مشركين تو تاره مرمر كانوا وحي اهاين يلبسون كوي يلبسه اسغو وخرا درعا عنبور بر عنبور ومن حديد بر عنبور بر كسميسن با لو غلينيا في يوم مالين دحدي صائف اي وليبا اد او كلول مالين كورا وا كلول يها وا مالين قرهد جويغا يي مغالدا يي ودان كلا جوغا وا دو وا او ميل كوليلا اه وها او قبانا وا بير عنبور اه وتاره مرمر كانوا وحي اهاين يضعون كوي دغا على صدره لابتيس دوشيدا صخرا دغخ وين احمر اي عداداي او غدودن ثقيلا اي وليبا علس وتارة مرمرنا
كانوا وحي هايين يغطون كوي هو أسقى في الماء بيا دحرد بكوي عيشين شرين انتي بيا جليان وبيا اللتين بضان بيا دحرد مرك مرن يا ببرت بنت الولد جاي دك سانكا يا إندها يا دجها يا أفكا يا دبادا ملك سبيا كجلي بنت الولد جاي حتى قال إلا ويراهدو باللسانه عرب كيسة بعض ما شيء قبل كي يوافق وافق يهم أيجه والحال قلبه قلب يسونه مريء من لقب حيي ويهي بالإيمان إيمان مرك غار قضى وحل غيا بين يرهدان لا تسو إله ماها مرك سير هذا ها عز سو إله ماها مرك سير هذا ها محمد وحي كشيغان دن مرك ريال قال لما هي أميرينيان مرك سير ها وافق يه عرب كوافق ياي قلبي سو أرنكا كمتشروه فأنزل وحو سودك يا الله ألا من روحي كفر قالوا بي بالله ألا كو قالوا بي من بعد إيمانه رمينتي سكقضال دي الله عذاب أليم عذاب قرى يوي والعذاب يا إلا من روح ماهن أكره الله خصبي والحال قلبه قلبي سنة مطمئن متكو حسلون ويهي بالإيمان إيمانك قفك هدي الله خصبه أو شيء قال نما الله خصبه لا خيار بولا بد بلي رخصة إله إنه قاتو وحي قال لماذا هاي الوخص بيقو قاتو كل واقع أربعان لكن قلبي يسوس المرة الدين تكن قام قلبي جاجة عد أودي كرتمال سك استأذون كل أنا هدو يسوك أي ماذا وح قلبي جاجة أودي يصدق كل مرة مرك قلبي جاجة وأنا دلعشت لكن أفكار دي الوخص بيقو تري الوقب طي وحب الله الوقب تو أود الوش يكتب بيا الوح قال يرجع عن الودر صاري أرجع قال لماذا وات كل واقع كرت هذا نفت هذا كبد بعدني طيب أما أيجب الواحد أمه تشكر تعصي الروح تعلو إن أبغى يجا تعيش هاي أكلتها أيجا المرك يسقي لعلنا يساشر قضية لبعض ضوضة لكن إله وحليها ولكن من قفك شرحه واسع نقض بالكفر قال لماذا صدرا حق قلب أهان وقال لماذا المرك هو الوخس بيك بعدنا قلب أهان وجوقنا فعليهم كوا دشوا ضوحا ذي غضب عرؤ من الله إلا حق كاهاتي ولهم أيقنا وحا أسوغن عذاب كاسو عظيم وين أيا أسوغن معنى هذا مركا وحا وي داد كيسا نبقوا انتو يدوي نبي الله ما انت يتخلط كاسان قال والي عذابي والي عذابي إلا إري قال لما الله يقاكينا وان كوا فقي إري أهان كاسا نبقوا يرى قلبك أقو سياءها بكاسي قلبك وارونا يكما وافق سنين وحير هدي كوا عليان way mar labaad inta ku qabtaan ku jirabaan oo sidii kale erey gaalima kaaga codsadaan ku cilibiyaano u sameeyay buu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam wa udhiba wal adabi fillahi ilahi dartiba lo adabi mus'ab ibn umayr mus'ab keen umayraha kana mus'ab wuxuu aha min an'am an-nas dadka kuwa ugu barwaaqo badan ayshan xaga nolosha makuu degana nin dhalinyaraha aha dhalinyarada reemaka ayaba waxa loo qalqaalinayaa inuu noqdo ugaaskooda nin qurux badan qoys dhaqaale haystana ku soo koro hooyadii ay milyan dheer tahay raganimo iyo dadnimana u dhashay wuxuu aad loo jecel yahay buu ahaa hawayna uu qabeen oo islaahay dhalinyarada ninku hoggaaminayo noqon doona falamma goorti dakhala u galay al isfil islaam islaamki dhexdiisa manacat way u diiday ummuhu hooyadii hu asaga ummuhu hooyadii at-taama untadi iyo wa sharaab abitaanki ayda dhashay wiilkeedii waxay tiri wax ilaahay abuurtay oo dhuntada ku maray lama arko xaqayga inta kaliya ma aha wa akhrajat way kasartay huwa asaga min albayti guriga gurigana ay dhaafayti cunto kuma lihid abitaana kuma lihid chiefna kuma lihid gurigeega ay dhaafayti fatakhashafa wu qallalay jilduhu haragiisu تخشف الحية أبي صدق قلل كذا قال شرك أبي صدق سواح قلف أماه شرك سوى نك وح نقض قلف عنط ملا وعبتان ملا وقا شوضي ورفاضي وصل عي نين هذا ناس سلع صامر ما هنا وح كل صقر برواق صورة أيه كل صقر وعد بتي مركو واشر ربطي مركز شرك سوى وح نقض سيد قلف تا أبي صدق قلته دن كموس انجلين إلهي دينتي سوء هالجمي كبعدنا واه جرودي مدينة أيوه تجي معلك ريم دين القرآن كبريبو بأهابا ريم دين نكى القرآن كيدين تجارسي أيوها مالك ديمان يينا مرا لجوك فنوع عادي اللوا يهدي هل كان هرا لجساره قارك دم بناقة وناني قارك دم بهدي لجسارنا قارك هرا قا وناني
خلاص سيدا سؤدوك كغتك وعذب ولا عذابي سهيب بن سنان سهيب كي انس سهيب بن سنان سهيب كي انس سنانها الرومي ريفوم لو اني صحابي كان سهيب لي يرهدو وقال هورتا ان رير روم معها سلا قبصد رير روم اني انت لو اني نيو اسقو ير ورن عربي هورتا اسقو ير او ودان كان موصل يا جوغ عراق يو شام ميرو دحايس جوغ لو ري شام بوها ايا وحا قفاش قول ير رير روم marka kureyb u aha nasabkiisa iyo qabiilkiisa iyo qoysku ka dhashay meeshii intaba uu yaqaan waadan boo umbo soo noqday ninkii marka reer Ruum aanay inta loo aanaynayo marka waa ku soo dhaxkarku ku soo dhaxkoray weeyaan Umar baana uusha laftirkiisa su'aasha ka jawaabay Umar baa wuxuu ku yiri Abu Yahya la oran jiray ninkii la yiraahdo Suhayb kunyadiisa Umar baa wuxuu ku yiri Abu Yahya nin fiican baa laakiin saddex cilaad leedahay xiyiin bi wuxuu ku niyaa la baxdo Abu Yahya la yiraahdo arruu wiil Yahya la yiraahdo kuuma arag bi adoo wata wax arruurana kuuma arag maalo walba Abu Yahya la soo taaganta waa koow arab baad u masba sheegataan in arbeed inaa taa sheegataa reer Ruum baad ma tahay waa labo waa midda saddexaad ee xagga wax bixintana waad ku falantahay ha saraf baa ku jiray israaf marka waa saqabkaad wax u bixinaysid ma dhameysatay bi si haasi waa kaaga jawaab yaa saddexda dhageyso Abu Yahya نبي محمد أي بحشي عليه الصلاة والسلام نبي محمد أي أي بحشي سبب كو بحشي أنا وحي هاي نقالو وحو كو هاي استمكو مركو يروا هجرون إياه بحرين مكا قبصدين وحي رهن نيهن رهن مكا متهيد ولك يجي بعد أن تتمد أو كو قنع ستاي أو حولك أبورتاي أو نقال سميستاي أو دين تيدي كبحضي أو محمد أنك نغفل لأقو بي أهرعري بعد حوله يدقاله ولك يجي أتكاك أنت هدرار تأنت كلا دبتكت مدع سالي ama adan ku haynayna ama wax allaala waxaad xoolaleedahay isku furo suuir wax allaala waxaan xoolaleeyahay waa idin ka tagay aniga isiiday asigu kaligiis ah oo aan shilin lacag iyo xoolo iyo badacamina wadan bu madina soo gala waa ogaaday markaa nabiga waxii ahan baa loogu sheegay inuu sidaan sameeyay markaas wuxuu rabi hal bay'u aba yahya abu yahya bay'aagi ina nabi maxamed soo aadid dhaqaalaha iyo dhan dhaafsatay bay'aad ka faa'iido ka rabixday buu noqday markaa nabi maxamed abu yahya bahshay waxa soo haray midan aad leedahay carab baad u nasab sheegtay kamidna ma tihid nin carbeed oo dhalaal ahay bif sidaana waan ku noqday reer Ruum oo ayaga ay qafashay laakiin anuu nin qoyska saanahay oo abtirsaday reer Nimrim aan ahay halkaas aan deganahay bif midda soo hartay biir iyo cuntada aad ka hadlaysid nabigaan maqlay bi sallallahu alayhi wasallam asagoo la khiyaarku man at'ama at'ama dadka idin ku khayr badan waxa kamid dadka wax bixiya oo masaakiinta qoodiya marka khayrni baa raadinayaa israafnimo igama aha عمر صدح لي سؤال مركي لو شيغي شب جواب دم بلغه مهل وكامس طيب سهيب مركا نكاسو اها حتى فقد اسنا الا وايي وعيه مانكيسي مسخديسي او ولا يدري اسن غران ما يقول و خول ليهي وعذب ولا عذابي عثمان بن عفان عثمان كان عفانها عثمان يا اسلام كو ياري ابو بكر واسوم رسوماهين ابو بكر با سبب او ها اسلام حق من النساء امسي اجر بك يا ابو بكر ان الله لا انت اسلام كها يا انت خير كشقي عثمان ابو بكر رقيب بك يلانيا خافوديسن ان ادد وحسي كيهن اما مسلم وحك خلدن ينها نقض اما قال ان دينته بك جيرن ها نقض ان ادد كهنونك سبب او نقضت ولغا هديلسن طيب عثمان بن عفان اسغنا مره وا العذاب كان عمه اديركي وحو اها يلف mid ku duuduubaa Uthman fi hasirin sijaayad ama darin ama aw ayu ku duuduubaya sijaayad buu dhex gelinaya waa lagu duuduubaya marka darintan iyo sijaaydan oo min waraqin nakhili geetimireedka xaqiisa iyo xaskushiisa ka hadhay amal thumma yudakhiruhu wu ku qiiqinaya min tahti hostis dabbu inta ku shido buu hoos qiiq ka gelinaya marka sidii marka wax la solaya amal saxaabigi dhawl beetaba waxa ka xiga sijaayada darin dhawl beetana waxa kaga shidan qiiq iyo dabba kaga shidan wa uudiya wala dibay Abu Bakr as-Siddiq Abu Bakr ki as-Siddiq runta banana asagana wala dhiba iyo wa Talha ibn Ubaydillah dalhiin Ubaydillah aha akhada waxa qabtay huma labadooda Nawfal ibn Khuwaylid al-Adawi Nawfal ibn Khuwaylid al-Adawi ah ri'adawi ninkaas labada saxaabina qabtay
وقيل وحل يرى عثمان بن عبيد الله عثمان بن عبيد الله وي ملعسنا والوشق عثمان بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله ولالك أها فشد وؤت كييهما لبضوضة وطلحة بن عبيد الله هي أبو بكر بوحو كؤت كي في حبل حرق نحد واحد إكليئة ليمنع سوء وديدهما لبضوضة عن الصلاة صلاة يو عن الدين الدين فلم يجيباه كما يسيل أدر جيسنا قمر بالي لأن وصول شيئنا أبو بكر تلك ساد دفاعي سماهن انتو دمع مركا لبضوضة ينو أودو شيكتو حوار هقان كليو وحسكوها الليو أي كديدين فلم يروعاه كميسن سو أرججحين روعه أرججح عادقها إلا والحما هما لبضوضي مطلقان كول سيدا يئيهين مهن يسليان تكني وصميا وحا لبضوض اللغمك عبي وأبو بكر يطلحة بن عبيد الله بالقرينين لبضي لمعنا لكونهما لبضا أهان شهودا قد شد كولا أتكييهين والحري في حبل حرق واحد إيكليئة وكان أبو جهل أبو جهل وحو أها إذا قورتي سمع مغلب الرجل ننكاس وقد أسلم إسلامي والحال له ننكا وصغنا ذي شرف مقع يو منعة دفاع حدو مغلب أبو جهل نن إسلامي لكن ننكو لنكو ديرنك رؤسناين وابل شدر دحدي ذا نن سمعات كل أويهي وشاتقيس أوي إلى شيء هاي حقا نعد دفاع لها يستوى لبدا قضب شرفنا وليه ومدى سمعات بكل يهي وانا نلا نعراه وعد دفاع دو اسكو إلى إلا ياشرته حدو ننكاسا إسلامي مغلى أبو جهل دي وحبك ما قبان كري أنبه وحاوي وعنبارين شري تأنب وعنبارين وعبين شري وأوعده وحن أبوها انتبه شري بإلحاق الخسارة خسارها ليشين تيد وأخزاهم يا وأخزاه وندلين شري وحورين شري أخزاك الله الله كدلين دفكوا بحب ورين شري إلهي كدوري وأوعده وحن أبوها انتبه شري بإلحاق الخسارة خسارها ليشين تيد الفادحة وليبا وحاوية مصيبة هو كدقيس الفادحة وحالي لهذا ومصيبة نازلة مصيبة كدك توي المصيبة نازلة مرك خسارها لشؤ سوغرته أيون ووهن تبي تشرين في المال حق حولها وعده ووهن تبي تشرين بالحاق الخسارة خسارها لشين تين خسارة دي الفادحة كجد جيس في المال حولها يول جاه مقعبة وإذا كان هدوية هي الرجل نك إسلامي ضعيفا متقدرا تدكي سيميشة مدقنا ومدر لحظة إذا شرفكم عليه أبو جهل إنه عصى إسلامي هدو مغلو ضربه هرته وقراع الشري ميال الله لم يشكو أكتما يهراتي يوحي وود وكو وأغرى دتكنا وكدر الشري به أساقه كيباها كان مرة هي كب يالله دي يدعس كبحة أرتلا دعو ورين شري وأغرى به تسوك وضا والحاصل قبا قباده أنهم كوا قالوا به مشركين تيها لم يعلموا ميسانو قان بأحد قفوا دخل على الإسلام إسلامك إلا وتصدوا وحي ألبا بحيين له الروح بالأذى لبيو والنكال الشرباب نكالا من الله القرآن كسوكم ماذا رك نكالكم مركا وعدباد يا الشرباب كانت وحياهات هذه تن الاعتداءات أحد قدب يدأه ضد ضعفاء المسلمين مسلمين تضعف ضوضه كسورجيت كذا يدك كل رقمي كانت وحياتي هذه تنال اعتداءات واحد قلب يده ضد ضعفاء المسلمين مسلمين تضعف ضوضه أي سيدا الولا رقمي شري يا وعامة مسلمين تسيء بديهن أما من روحي أسلم إسلامه ومن الكبار دتك ووين أي والأشراف دتك مقع عليه فإنهم أيق كانوا وحيا هاين يحسبون كوا حسابيا له روح حسابا حساب حسابات بل سواء دينه يا غاب كي قف كان شرغل لغو مليق لها ولم يكن موسى نهين يجترئوا إنو كدير ردو عليهم دو شوضة إلا أمثالهم أجاقوا كلاو من رؤساء القبائل قبائشا مضحض وضاء يو أشرافها وضياء لغميت كوضة وذلك أرن كاسونا مع قدر قدر لتشيرين كيوهيان كبيرين ايوينو من الحيضة تحدر إسئلالين يوال حذر تحدره
احتياط جي تحدر كواسك ميدا بدي وإسلامنا يا هاي سمينا يا نكو هادو ضعيف يا هاي إسلام يلو مويان كوي حلورين شري مال الله ماشي الوارق والله هانتا ترين يا هادو لكن يا هاي نين حوارات دفاع عايست تدكينا سمعات كل حلة مال قبان أن لود وان كرين وحي سمين شرين وحبال السعودية وحال أوراني هبل يا أوديجما هبل وح أوديجما أذي هبل وبير هبل كسر شير وأصورنا مج عليه أذي هبل ونكاس له هذا لو وهن شبه وأذوقه كاسانو وروح قرب قلينا أي مركا أذي ياش إسو دجال كاو إسو أيني كا هبل هبل دقي سلمي يري دقي سمان تلقو المان دقي سنك أهل لود اللي شروا مركا لورين شير أذوق بهدي أنا ورا قرب كاجانا والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.